جا مؤخرا مدير الوكاله وما علمناش بان غيتم الهدم من طرف هذه المرافق السابقه ديال الامتعه ديال البحاره. ودابا هاد الناس هادو بدون علم منا بدون جدوى جاو ونزلوا عندنا دابا بهذا الهدم هذا، ورغم ان الامتعه ديالنا لا زالت في المخازن. وانتم كتشوفوا دابا كما تشوف هذا العيل المجرد الامتعه ديالنا هي مشتته. حنا تناشدوا محمد السادس، تناشدوا سيدنا الله ينصرو والله يشافيه باش يحل يدير لنا حل لهاد الفاجعه اللي داروا لنا هاد الناس هادو بدون علم منا. انا سيدي راجلي كان عنده فريقو قديم، في الايامات الاولى كان عنده فريقو قديم وعطاو ريبو ليهم وجاو عطاوه هنا واحد الفريقو بروفيزوار ريتما يعطيوه فريقو في التعاونيه في المرسى. منين دابا جاو كيردموا كنطلب حقي ما بغاوش يعطوني حقي، قالوا لك ما كاين عندك حتى شي حاجه. دابا انا كنطلب سيدنا الله ينصرو والله يكبر بيه والله يجازي بخير يوقف معايا. انا عندي سبعه د الاولاد يتامى، ما عندي لا اللي يخدم عليهم لا حتى شي حاجه. انا راه كانت عندي الدار وبعتها غير باش نوكل وليداتي، دابا انا غير جالسه غير عند عباد الله. انا مزوقه فيك سيدنا الا ما وقف معايا. ريبوا لينا هكا على غفله، ريبوا كيريبوا البيوت وريبوا الفريقو ديالنا حنايا، ما علمونا ما حتى شي حاجه. وعندنا الوثائق ديالنا كلهم الوثائق، طلعت للوكاله كنهضر معاهم مرارا وتكرارا كيقولوا لي ريتاما سيري حتى يكونوا كيردموا ونديروا معاك الحل. دابا هذا في الفريكو ديالو اللي بروفيزوار وجايين كيريبوا فيه وما استفدت حتى شي حاجه. دابا كنطلب من الوكاله وسيدنا الملك سيدنا بيوقف معايا، راه عندي سبعه وليدات، عندي سبعه وليداتي تما، وانت واحد ما بيوقف معايا، ها هما كيريبوا، وانا ما عندي حتى شي حاجه باش ناكل. حنا جينا دابا على غفله، كنا ناعسين، جينا على غفله لقيناهم تيهدموا لنا في البيوت ديالنا، وهاد الاسر هادو راه كل واحد وشنو هاز، وكل واحد عنده مسؤولية ديالو، بحال دابا انا راه عندي ميمتي، عندي وليداتي، عندي خوتي هازهم معايا، شحال من واحد عنده اسر هنايا. اللي هزينهم من هاد الحرفة هادي، جينا على غفلة لقيناهم هاكا على بغتة هما هدمو لينا، المرة اللي خلاونا مع هادو راه غياكلونا صراحة، الصراحة أخويا، راه حنا عايشين مع وليداتنا وعايشين مولاي من هاد الحرفة هادي، معايشين وليداتنا ومكبرين وليداتنا. هاد العبد المذنب اللي تتشوفو راه كنت نسافر ثلاثة سافرات في الطيارة في الشهر، وسمعت في كل شيء على ود أمي أنت بقات لي غير بوحدها ومع وليداتي هاكا، حنا دابا مرات غير تنقي، مرات غير تنخرج للبحر، ومنين نجي نلقى المطارية ديالي شنو حالتي كدايرة. حنا كنا ناعسين، هزونا من البلايصه اللي كنا فيها الاولاني اللي جيت فين تيقطعوا في الواد، هذه كنا تناكلوا فيها خبيز، كل شيء كان عايش، جابونا من تم قال لك غنبنيو ليكم، ها هما شنو بناو؟ ما داروا والو، ها انت شنو المرسى؟ كمهني الان كنشوفوا الوكاله كندير معنا واحد اللقاء وهذاك الشيء، وما علمتناش بالهدم ديال هاد المرافق هادو اللي فيهم امتع المطر ديال المطر ديالنا والامتعه والشباك ديالنا، والصباح مع 6 ديال الصباح جاو كيهدموا لنا في هاد المرافق هادو. ولا اله الا الله، انا الناس كلهم متضررين، ما علموا حتى شي واحد ولا هذا، جات السلطه كتهدم لنا. جاو الصباح بكري اخي تيرسوا لنا في هاد الشيء هذا، ومخلين حوايجنا هنايا ومطاريال ديالنا هنايا، وعباد الله كاين على عاد خارج كاع من الحبس باقي حوايجو هنايا، باقي كاع ما كاين هو كاع، باقي ما عرفش فينا هما حوايجنا، حنا ما عارفينش دابا فينا هما من حوايجنا من حوايج عباد الله، وتطلبوا سيدنا يشوف لنا شي حل مع هاد الناس الله يرحم بها الوالدين، وتعداو علينا وحق الله العظيم اخي. كانوا عطاونا الوكاله محل تبريد استفدنا، ديجا كان عندنا وعطاونا المؤقت، وعدونا باش يعطاونا ندخلوا ان شاء الله نخدموا المرسى. الساعه دابا هما دابا جايين تيريبوا لنا بدون على غفلة، ما عارفين شنو كاين. ها الوثائق، ها كل شيء كاين. ها هو باش وعدنا المدير. كان عندنا واحد الفريقو في شارع الجيش الملكي قديم، من بعد جل تم الهدم، هدموا لينا، عطاونا فريقو في هاد الاتجاه اللي تشوفوا فيه هما تيريبوا فيه. بروفيزوار. ها هو من عند المدير. مؤقت. ها هما دابا تيتموا في الهدم، حنا ما مستافدين من حتى شي حاجة. تيريبوا لينا، ما شفنا حتى شي حاجة ما شفناها. ها الملكية، ها الوعد ديال المدير، ها هو الفريقو القديم الأول اللي كان في شارع الجيش الملكي. من بعد جابونا لهاد البلاصة،
ها هما دابا تيريبوا فيها ما عاطينا حتى شي حاجه ما مستافدين حتى شي حاجه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.